صبريار. اهلا وسهلا بكم في صبريار. اش مازال علي التوكا وعدات كبير لحد هذا نضحي وان شاء الله ديجا مع مصروف الصيف ومصروف العيد العلالش تبابع والعباد تبابع مقبلين على مستقبل بصدور رحبه. ان شاء الله عيدك مبروك اخوي بالمسبق وربي ربي يتقبل منا ومنكم ان شاء الله ولا ربي يتقبل. والاضحيه راهي سنه مؤكده لليقدر وراهي بنيه مخلصه لله والغايه منها التقرب من الله ومش الكتف اليمين تصدقوا به والكتف اليسار نعملوه كامي يهديكم رب. وزاد ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تكونوا هذا كلكم قادرين على الاضحيه صناعات ابي الاسوام خويا شيء كبير برجولين. ليه اسمع بصراحه قديش يستغلوا برشا بياع وبرشا قشاره وبرشا يستغلوا برجولين. كل عيد المواطن يضحي بالاضحيه والتجار يضحيوا بالمواطنه. انا ذوك بنسميهم اثرياء الاعياد. كل شنتي كيما اثرياء الحروب الزقوق مثلا عام كامل بصوم جمعة المولد بصوم الحلو عام كامل بصوم جمعة العيد تطلع الأزوان المرسوق عام كامل بصوم شهر رمضان صوم آخر العلوش عام كامل بصوم وشهر العيد الكبير تتضاعف الأزوان. يعني حتى أضحية ماشي يا ربي لازم يتغلوك فيه لازم يأخذ حويجة ربيتي ولا ربيتي. حتى تو حتى الطبقة المتوسطة ولات ما عادش قادرة باش تعيد والله ربي معاهم. حتى نحكي مع القشارة يقولوا لك والله احنا نحن زاد خاسرين. تحكي مع الفلاح يقول لك والله نحن بيتنا خاسرين. تحكي مع الززار يقول والله نحن خاسرين. المواطن والله نحن خاسرين. دي كلها خاسرة في البلاد. البارح واحد يدور بكمش عليرش في الحومة العلوش اللي تمسه تسمع حسه هز قال لي ايه هز معلم هز علوش بمليون و900 ضحي به. والله قلت له وقت هذا نقول انا هو الضحيه مش العلوش يا راجل. حتى البارح نحكي مع صاحبي يتشكلي من الاسوام في الرحبه قال لي مشيت انا وبابا باش نشريو علوش العيد مشينا قال لي خويا الغديك دخلنا للرحبه سلام عليكم صمنا العلوش السرح قال لنا بمليون و300. بابا قال له انا حتى ولدي هذا اللي قدامك كان نهبط نبيعه في السوق نحشم باش نطلب عليه مليون و300 وانت علوش سارح بيه في الربع طالب عليه مليون و300. ايه قلت له مالاش عملت وانت بوك قال لي ولينا شرينا علوش صغير هكا ب 800 دينار وروحنا. ابي قلت له لقيتوا علوش ب 800 دينار تو قال لي اي اما قال لي علوش من كثره ما هو صغير روحت به في جيبي دخلت به للدار ربطته بكابل نتاع شارجور غاديك من غير حبل زايد امي تبخر بالكانون تدعثرت فيه مراتوش عد راسها تفلق وقال لي ما انا زدنا خذيناه العلوش اكحل في الليل نلقاو خويا خالط عليه بشلاكة يسخبوا خنفوس بودرن. اما قال لي المشكله مش غادي ما في قلت له مشكله قال لي ما هو كي طاح الليل العائله الكل راقدين ونحس بيت والناس ما فيك العلوش يكح راهو قال لي كح في كحه نتاع واحد مريض بالسل ويتكيف الحلوزي وزيد خلطت عليه الكورونا. انا قال لي قلت بالك هذه بالك جاي كح وكذا منين نعرف عليهم قال لي انا العلاج منين فهمش فيهم كح قلت بالك جاي وليت خرجت مديت لخويا بالا قرد قدامه وقعدت نعمل في سيجاره بحذاها كانسان. انا شعلت السيجاره وسيب باله القرد وجاب جنبي وبدا يبعبع ويكح يبعبع انت برا قلت له اوني لون القرد برا تحب خليني اختان يا اخي عمل لي هكا بيدو قال لي بيدو اصلا عمل هكا نتاع تراكمي تراكمي ليش قال مديت له السيجاره هز وقال لي هز وتكيف واثنى راسه ورقد ثرنته قال لي حشش على سيجاره ابا قلت له علوش ويتكيف يا راجل قال لي في البلاد هذه الحجر باش يولي يتكيف ايه قلت له اش عملته ولا قال لي وليت كل يوم نشري بالا قلت لي انا وباكو دخان لي هو اللي نجي العيد مش فاليك قلت له يا حمد ربي انت خلطت على القرد في هالظروف المقرطة. ما وضعيه العلوش بصراحه ما تختلفش برشا على وضعيه المواطن. الزوز يبعبعوا والزوز يتبعوا تباع والزوز قعدوا جلد على العظم ومش خلطين على الحم. الفرق انه العلوش يمشي على الكرعين والمواطن مشى بين الكرعين. عيدكم مبروك وانا هاني صابر وبرا.